مرحبا بكم في قناة المغرب دوت كوم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هذه أبرز العناوين. الكرة في السود تستعد لرفع ثلاث تفوهات في ديربي مساء اليوم. نجم المنتخب المغربي عبد الحميد الصابري يتلقى صدمة قوية من مدرب فريقه سامبادوريا، والإدارة تتدخل لحل الأزمة بين الطرفين. مدرب نادي أولمبيك مارسي الفرنسي يهز المغاربة بهذا الخبر المفاجئ عن الدولي المغربي أمين حريت. الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي يفاجئ الجميع ويفرض شرطه للعودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني. بيدروس إنجاز أسود الأطلس في مونديال قطر ألهمنا، ونأمل أن يحظي المنتخب المغربي النسوي أيضا بكأس عالم رائعة. تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء صوب ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي سيحتضن ديربي البيضاوي بين الرجاء وضيفه الوداد لحساب الجولة 21 من البطولة الاحترافية إنوي. ومن المنتظر أن تخلق الجماهير الحدث في المدرجات، إذ تستعد الكورفا السود لمساندة الفريق الرجاء الرياضي برفع ثلاث تفوهات في المباراة الليلة أمام الوداد حسب ما علمته المصادر. ويشار إلى أن المباراة التي ستجمع بين الطرفين ستجرى انطلاقا من الساعة 10 مساء بتوقيت غرينيتش. بات اللاعب المغربي عبد الحميد الصابري يواجه صعوبات كبيرة من أجل اللعب مع فريقه الحالي سامبادوريا، وذلك في ظل تزايد خلافه مع المدرب الصربي ديان ستانكوفيتش الذي قرر إبعاده عن المباراة الماضية أمام روما. وذكرت المصادر الإيطالية أن خلاف الصابري ومدربه ستانكوفيتش بلغ ذروته، ولهذا تم استبعاد اللاعب من قائمة سامبادوريا في مواجهة روما، والتي انتهت بخسارة رفاق الدولي المغربي بثلاثية نظيفة. وأوضحت ذات المصادر أن عبد الحميد الصابري غاب عن تدريب فريقه يوم الاثنين الماضي، ومن المرجح أن يستبعد أيضا من القائمة التي ستواجه كيرمينزي في الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل. وأشار الموقع الإيطالي إلى أن إدارة سامبادوريا قررت عقد اللقاء بين عبد الحميد الصابري ومدربه الصربي من أجل توضيح الموقف هذا الأخير من اللاعب المغربي، والذي بدأ بالتفكير في مستقبله مع ناديه جديد فيورنتينا في انتظار التحاقه بصفوفه عند نهاية الموسم الجاري. قال الكرواتي إيغور تودور مدرب نادي أولمبيك مارسي الفرنسي إن الدولي المغربي أمين حريت يجتهد للعودة للميادين بعد غياب طويل بسبب الإصابة. وأوضح تودور في تصريحاته الصحفية أن أمين حريت يتابع برنامجه الطبي بحذافره، وهو شخص إيجابي ويتجاوب بشكل جيد مع العلاج، مشيدا بالالتزام اللاعب واحترافيته من أجل العودة للملاعب قريبا. وأبرز أيضا أراه بمركز تدريب كل يوم، إنه بخير وهو لاعب مجتهد وإنسان رائع، لقد افتقدناه كشخص جيد داخل المجموعة ونرغب في رؤيته من جديد في الملاعب قريبا. وأضاف تودور في تصريحه قائلا الشيء المهم هو أن يعود في الوقت المناسب بعد أن يكون قد شفي تماما، ولا يكون أي خطر لوجود انتكاسات في إصابته، سأيقف على ذلك بشكل شخصي حتى يتشافى كليا. ويأمل الطاقم الطبي لنادي مارسيليا جاهدا على استعادة خدمات متوسط الميدان الأسود بعدما تعرض لالتواء في الرابط السلبي لركبته اليسرى، استوجب الالتزام بروتوكول علاجي صارم بعد خضوعه لعملية جراحية تارنو من السنة الماضية. وحرم حديث من المشاركة في المونديال قطر 2022 قبل أيام من انطلاقه، ليعوض بأن الضروري لاعب بيرني الإنجليزي في اللائحة النهائية للمنتخب المغربي. بات الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب نادي برشلونة المعار لنادي أوساسونا الإسباني مطالبا من فريقه برشلونة بعد الأداء الجيد الذي قدمه في فريقه أوساسونا الإسباني، ما جعله يفرض عودته بتحديد شروط واضحة للعودة إلى ناديه قبل انتهاء فترة إعارته. وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية فإن إدارة نادي برشلونة قامت بجس نبض النجم المغربي عبر المحيطين به، وأكدوا رغبتهم في استعادة خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.
ويريد المهاجم المنتخب الوطني المغربي ضمان اللعب بشكل منتظم في الموسم المقبل وأن لا يكون حبيس دكة الاحتياط ووضعه كمجرد اختيار ثالث في خط الهجوم. وأكدت الصحيفة ذاتها أن ابن مدينة بني ملال يملك على طاولته عدة عروض، إلا أن الأولوية لفريقه الأم برشلونة. ويذكر أن إعارة عبد الصمد الزازولي لنادي أوساسونا ستنتهي بنهاية الموسم الحالي، ومن المقرر أن يعود لنادي برشلونة من جديد حيث يرتبط بعقد يمتد حتى نهاية يونيو 2026. أكد رينالد بيدروس مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي أن فريقه سيحاول الاستخلاص الثقة من أداء أسود الأطلس في مونديال قطر 2022، مبرزا أن هدفه ورفقة الفريق الوطني للسيدات تحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم أستراليا ونيوزيلندا 2023. وقال المدرب بيدروس في تصريحات لشبكة بي بي سي سبورت: نريد أن نذهب إلى هنالك ونظهر أن المغرب قد أحرز تقدما بالطبع، ألهمنا إنجاز المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022، لقد كان رائعا. ما كان رائعا هو الحال الذهنية لهذا المجموعة التي وصلت إلى هنالك في نهائيات المونديال، لم يكونوا من المرشحين على الإطلاق وانتهوا في صدارة مجموعتهم. وتابع المدرب المنتخب المغربي النسوي في تصريحه قائلا: تماما مثل منتخب الرجال فإن النساء المغربيات بعيدات عن كونهم المرشحات في المجموعة، تضم بطل العالم مرتين ألمانيا وكوريا الجنوبية وكولومبيا، نحن بالتأكيد سنقترب أكثر من وليد الرقراقي لنكتشف ما هي كلمته وما كان خطابه للاعبين قبل المباراة الأولى في المونديال، وعلى وجه المخصوص لمعرفة قليل عن الأساليب التي استخدمها لإعادة الانسجام لهذا الفريق. واختتم المدرب حديثه بالقول: أعتقد أننا بحاجة لأن نعد أنفسنا على أمل التأهل ونكون مستعدين في الوقت المناسب، وهذا يعني أن نكون جاهزين ضد ألمانيا، وبعد ذلك سنرى وسنحاول وسنعمل لنكون جاهزين للقيام بشيء كبير. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية.